مساء الخير عليكم، مساء الفل على الجميع. تعالوا نعمل منين بالعجوة، سهل وجميل. هو بيتقال عليه ساعات في رقيش بالعجوة، وساعات في ناس تقول عليه منين. خلينا نسميه منين بالعجوة. مقاديره أداة كده، نص كيلو دقيق، يعني عبارة عن 4 كوبايات دقيق. طبعا نخلاه كويس جدا، هحط عليه ذرة ملح ومعلقة صغيرة سكر هنا، تمام. هنا انا عملت الخميرة، وهنا كوباية سمنة، مش كوباية كاملة، هي نص سمنة ونص زيت عشان يكون مقرمش شوية، ما يكونش طري قوي. ومعايا لبن حسب الاحتياج، ما هياخد كوباية هياخد اقل، نشوفها هياخد قد ايه. نقلب الدقيق هنا كويس قوي، نقلبه ونحط السمنة والزيت. هي عبارة عن كوباية، زي عايزة تحطي زيت بس، عايزة تحطي سمنة بس، اللي براحتك. حطي نص ونص، حلو برضو، انا حاطة نص ونص. دلوقتي انا هبسسه كويس على ايديا زي ما بنبسس الكحك كده، وارجع لكم تاني. انا كده بسست الدقيق بالسمنة، شربته حلو الطريقة دي. بس معايا عاملة ازاي، زي الكحك بالظبط. نحط الخميرة. الخميرة انا عاملة لها اقل من نص كوباية لبن دافي، واللبن يكون دافي. بس خمرت بقت قد ايه مرتفعة، احطها اهي كلها. بسم الله، بقى نزلها كويس وادعكها كويس اهو. احط هنا في مطرح الخميرة لبن عشان اللي في الكوباية ينزل. ادعكها بقى كويس واشوف هتاخد قد ايه. هتاخد كوباية لبن، انا حطيت كده يعتبر نص كوباية، غير اللي في الخميرة. اللي في الخميرة يعني يعتبر ربع كوباية، مش نص كمان، ربع كوباية. كده اتعجنت حلوة قوي، اخدت كوباية لبن، مش كل الدقيق بياخد زي بعض. وهحط عليها حاجة كده يعني تستريح ربع ساعة، قبل ما احضر العجوة اللي كنت عاملاها، البلح اللي كنت عاملاها عجوة. هدفيه شوية على النار وارجع تاني اكمل معاكم. حبيبي بقى، انا فردت العجينة على ورق سلوفان وزبطتها اهي، بزبطها في الجوانب. وبحط العجوة، انا عشان العجوة طرية انا مش هفردها على ورق سلوفان، انا حطها كده وافردها بظهر المعلقة زي ما هتتفرد كده اهي، وهلفها تبقى لور. بس لما اخلص موضوع العجوة دي افردها كده. انا باخد حتت حتت عجينة، يعني هي الكمية كتيرة، انا ريحتها هي ربع ساعة. واظبط هنا لو هي العجينة بقى طويلة كبيرة، بقطعها بالنص كده، اعمل حبة حبة، ما اخدش العجينة بقى كلها واحطها وتبقى مرة واحدة. لا، تبصي تلاقيكي كأنك ما عملتيش حاجة، كمية صغيرة تطلع معاكي. لا، اعملي حتة حتة كده صغيرة تتفرد معاكي وتطلع لك الكمية كتيرة.
اذا بقى اعملها اثنيها نور كده 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 كده. شوفوني لما اخلص وارجع لكم تاني. الطريقة دي اللي هي مثلا عاملة كده زبطيها، بس بططيها برضو شوية وقطعيها، قطعيها بقى زي المقاس اللي انت عايزاه. اول اطلع الطرف ده اهو كده كده كده، احطها في الصينيه واسيبها برضو. لما بس لما اخلص خالص هرجع لكم تاني. بعد ما احطها في الصينيه هتشوفوا هدينها على الوش ايه. بصي يا حبايبي، بعد ما عجنتها وعملت منها 3 صواني بالمقاس ده، ضربت صفار بيضه بالفانيليا، ومعايا هنا سمسم، اللي عايز يحط حب البركه يحط، لكن انا بفضلها بالسمسم، بتبقى لها طعم جميل قوي يعني، بصراحة سهلة واحب تجربوها دايما. انا هنعمل اهو على الوش الصفار البيضة مثلا كده، حطيت واحدة وعليها السمسم بالطريقة دي. نكمل الباقي ونعمل لكم واحدة تانية اهي. ويكون الفرن والع ونحريحها برضو شوية، هي لما مجرد ما ارتاحت ارتفعت اهي، بس الوها اهي واحط السمسم. نعمل تاني وتشوفوني اهو، واحط السمسم، بس انا لما هحط البيت كله مره واحده وبعد كده هحط السمسم، بس بوريها لكم. نبدا بقى نعمل كله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم تاني ونعملها ان شاء الله. كده دهنت الوش كله صفار البيض وحطيت سمسم على الصواني. الفرن والع، هدخله الفرن واقول لكم لما يطلع شكله ايه وطعمه ايه. خليكم معايا. ايه رايكم بقى في المنين الجميل ده؟ حلو قوي وخفيف، لما بيبرد هنا بحطه في الطبق. بص الجمال، العجوه اللي هي كانت بلح. عايزه اقول لكم العجينه كانت ملمسها جميل جدا، يا ريتكم تجربوها بالطريقه دي، تعملوها دايما بكوباية شاي حلوة ساعة العصاري كده، او المغارب تاكلي بحتتين بالشاي، وحدتين يعني بالشاي. جميلة جميلة حلوة جدا. ودايما يكون عندكم في بيتكم سمسم، ان شاء الله يا رب تمن كده في البيت، بينفع اي حاجة تجيبوها معاكم يعني، ان شاء الله تمن تمن، مش لازم الكميات ونعقد الدنيا كده، كل واحد على قده. لو حتى لو بتجيبي اي حاجة في ناقصاكي كده بخمسات هتقضي الحاجة. واقول لكم اتمنى تجربوه بنفس الطريقة، العجينة حلوة جدا وهو طعمه حلو، ولا ريحته حلوة جدا برضو. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد مع مطبخ ماما سوسو، هتوحشوني. باي باي يا حبايبي، باي باي.